in 1 minute. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخذنا بالفيديو الماضي عالجنا الـ if وربطنا الشرط كله مع بعضه if else if else if else، واشتغلنا عليها بهالنقطة إنه يكون الأمور كلها عندي معالجة للشروط بثلاث حالات. فهلأ رح نربط الأمور مع بعضها شوي. هلأ آخر تعليمي مثلا ما بدناها مبدئيا. هلأ شو بدي أقول له أنا؟ بدي أقول له إذا كان جواب المستخدم واحد وثلاثة فقل لي انه you are pizza lover. شلون بدي اقول له هالشغلة؟ if x تساوي الواحد بحطها بين قوس اللي هو انا عندي هذا الشرط اللي تحقق. بدي اقول له الوا اللي هي and. بس بالبروغرامينج انا كل شي operations ممكن بدي اعملها دبل. ف and شو؟ and x تساوي 3. فلا شو بيفهم عندي هو اذا الاجابه كانت 1 و هدول الاثنين هن 1 والاجابه كانت 3 فاعمل لي اطبع لي you are pizza lover. فهلا هيك هو بحياته ما حيطبع لي pizza lover لانه انا ربطتهم بوا. هذا غلط، اللي هو كان لازم اربطهم بأو. الأو هي shift والكبسة اللي فوق الانتر بالعادة بتكون عندي على الكيبورد هيك، ما بعرف عندكم كيف، بس المهم بتطلع رمز هيك. بدك تحط تنتين جنب بعض، هي بتطلع لي وحدة انا بحط الثانية جنبها. هلا هذا الرمز هنحطهم بالكومنتس اللي هو هلا نحن هي الكومنتس ما حكينا عليها بس لازم تقولوا حالكم فهمتوها. هي يضيف جزء شرح للكود ما له علاقة بالكود، يعني انا لما يمشي الكومبايلر بالتنفيذ لما يلاقي عندي سطر مبلش بتنتين باك سلاش ما بيقرا شو هو هذا السطر، ما بيقرب عليه. اللي هو انه انا اذا بدي اعمل اور بحط هي هدول الشخطين، واذا بدي اعمل اند يعني اربطهم باشارة و فبحط هدول التنتين. تمام هيك. هلا شو الفرق بين الاور والاند؟ الاور يعني او، يعني اذا تحقق هذا الشرط او هي الاو تحقق هذا الشرط فنفذ لي هيك. else if والا اذا كان حاطط لي هي اثنين فنفذ لي الثانية. هلا ما في داعي مثلا نحط ال if، خلاص اذا جاوبني واحد او ثلاثة رح ينفذ هيك، واذا ما جاوب لا واحد ولا ثلاثة فح ينفذ هيك. هلا نجرب نعمل له F9. قبل ما نعمل له F9 نسيف الكود Ctrl S ونعمل له F9 ونجرب نقول له واحد فقال لي you are pizza lover. نرجع نعمل له F9 بقول له 3 فقال لي you are pizza lover. نعمل له F9 بقول له 2 فقال لي you are not.